ميرفت وجدي برحب بيكي والف مبروك النهارده الحفله. النهارده محضرين ايه؟ الله يبارك فيك نورتونا. محضرين برنامج كبير قوي ضخم ان شاء الله. هيكون في معايا يا جيان هيشاركني باغنيه على الستيج، والنجم مودي سعيد الملحن هيكون موجود معايا على الستيج، وفي برنامج قوي جدا اغاني من التسعينات على اغاني قديمه على اغاني من البومي. ان شاء الله تنبسطوا معانا النهارده. افتكرك عملت ترند وحققت نسبه استماع عاليه، كنت متوقعه تعمل ده؟ ما كنتش متوقعه نجاحها، خصوصا انها اخراج النجمه نهال نبيل، فبشكرها طبعا جدا انها دعمتني وكانت جنبي. قولي لي، كان فيه بينك وبين ميدو منيب مشكله، ايه اللي حصل؟ مش حابه اتكلم عنها، يعني موضوعه اتقفل. و رفعتي قضيه؟ ما رفعتش قضيه، بس هيكون في تدخل قانوني من النقابه، والفتره الجايه بكبير مستشار قانوني هيتحرك، وهو اتحرك اوريدي، وهيكون في تدخل اكيد. انا ما نسيتش الموضوع وما اتقفلش. طبعا بسبب الالبومات مع اي منتجين فشله ان هم يضحكوا على فنانيننا في مصر، ودي مش اول شكوى مني انا، كانت في شكاوى كتيره من فنانين تانيين كمان. عايزه اسالك كمان، مهرجان جده الموسم السعوديه بقى كله هناك راح السنه دي، مفيش حفلات كتير في مصر، فشايفه الموسم السعوديه اكل الجو شويه من مصر؟ احنا عندنا حفلات قويه جدا، وعندنا مطربين كلهم شغالين، وحفلات في الساحل وحفلات في القاهره. لا احنا موجودين بقوه جدا، فنانين المصريين بالذات وفنانين من دول اخرى موجودين معانا. مش حقيقي في ليكي حاجه في جده الفتره الجايه؟ ان شاء الله هكون موجوده في مهرجان الشباب في جده ان شاء الله قريب جدا، هتشوفونا هناك باذن الله. بتحضري ايه الفتره الجايه الجديد؟ بحضر ان شاء الله الالبوم الجديد، ده يكون في خلال الايام موجود باذن الله وتسمعوه. وعايزه اشكركم ونورتوني جدا. اسمه ايه؟ اي تفاصيل عنه؟ وبفتكرك مبدئيا، فعايزه اشكركم ونورتوني النهارده. كل سنه وانتم طيبين.